بعد قروشة البزازة المنكسرة وتوديعنا للباص حق الرحلة، بريستول كانت هي أول المدن اللي نروح لها بالسيارة الجديدة. لا تصدمه، ما تصدم شعار رب خلقه. حيهم هلا والله. يا هلا، كيف الحال؟ مرحبا. عندنا مطبخ، هنا مطبخ اكل ولا مطبخ شفرات و... لا مطبخ اكل وشاهي وقهوه وجايبين حتى مروش. انت بس تبي تشتغل، واضح انكم تطولون هنا. اي لا، في ناس تجي تروج تجلس وتطلع وكم ايامهم نايمين. دبي تشوفوا المطبخ، نصور لكم اياه الحين. صور بس وشو ذا؟ هذه طول عمر احيانا يوقفون هنا، تصير فيه سوالف نقاشات، فما في وقت انه يروحون المكاتب، فيقول لك اكتب. ايش الشغل الوردي هذا؟ فهي جميله. المكتب عندنا هي كل ما هي جميله جدا. فيه غرفه تحت في البدروم، ايه الدور الايه في البدروم اللي تحت، كل الغرفه فيها وايت بورد، فيها كراسي، لكن جدران الغرفه كاملها صبوره. صبوره عظيم. اكتب لين يجيك سوكت حق كهرباء واخر عن كذا بس. كمل عنا وكمل. وش المكتب ذا؟ مكتبك الحين؟ هذا هو ال... اوف اوف اوف، هنا السوبر كمبيوترز والدنيا. وش كمبيوترات عاديه ذي؟ هذه كاميرات عاديه. كاميرات عاديه حق انت الحين بندخل عليك في غرفه سيرفر وتهكر الدنيا و... لا لا، هذه ما ندخلها. هذه ما ندخلها، هذه من بعيد لبعيد. اي هذه لك انت كونكشن من بعيد، وترفع طلب البروسيس بسكريبت، تسوي له سبميت، واذا جهز تشيك عليه ويرجع لك. شو اللي قاعدك تالي اللي ولا في ويكند في الجامعه؟ والله عادي. أحياناً المود يكون هادي. فطبعاً عندي كتاب، أنا هذا مكتبي، فعندي كتاب الآن لورقة عمل مأملين إن شاء الله نخلصها، يعني ديدلاين حقها في 1 جون. أوكي، ونقول إن شاء الله. عاد ما ندري السوبرفايزر عنده وقت يشوفه ولا لا. أنا احتري يعطيني تعديلات، بس برضو في نفس الوقت ماني محتري. تمام، مكمل. اي ماشي. عن وش الورقة العمل هذه؟ هذه عن دراسة ال عادي، مشاهدينا لهم في التفاصيل. عودناهم، دخلناهم مختبرات ولابات وكل شيء، ما عليك. لا، هو ايش موضوع الدراسه؟ موضوع الدراسه انه كيف المستخدمين في تويتر يعني يتم تناقش كفعل ورده فعل. لما اقول فعل اقصد مثلا تغريده، رده فعل سواء كانت ريتويت او ريبلاي على تغريده او كوت. الآن فأنت قاعد تدرس البيهيفير حقهم. أدرس البيهيفير، طبعا هذه في الجزئية هذه، البحث طريقة تعاملهم النفسية مع هذه، مع هذه التغريدات، مع الأمور هذه. طبعا النفسية هي الآن ما هي أبليكيشن عليها الآن. أيه. لكن الآن تركيزي بالذات هو كيف المجتمعات المختلفة، مثلا المتحدثين باللغة العربية، أيه، أو المتحدثين باللغة الإنجليزية، أوزع على المستخدمين اللي هم نشروا التغريدات في الموضوع هذا. تمام. بناء على لغاتهم، وكل مجتمع منهم كيف تفاعلوا مع تغريدات من المجتمع الآخر. تمام. مقدار تفاعلهم، أي مجتمع هو كان أكثر متفاعل مع الحدث هذا. وش العوامل اللي تحلل فيها؟ في برامج واجد يقولون تحلل وتسوي وتشوف لك كل شيء ومعايير، وليش هذول يغردون في هذا الوقت، وليش هذول يسوون في هذا الوقت. أنت وش الاهتمام حقك بالضبط؟ فيه على قولهم بعض الأحيان بعض المستخدمين يرى أنه في تغريدة تم إعادة تغريدتها 30-40 ألف مرة. أوكي. فهو على قولهم، وخاصة إذا كانوا من الناس اللي هو متابعهم أو الأصدقاء واللي يعرفه. فأحيانا الانفلونسرز أو المؤثرين هم اللي ترون. وفي حاجة في الاجتماع يسمونها اللي هو إيش، ستاندينج أوفيشن. ستاندينج أوفيشن أعرفه، التصفيق. حق التصفيق، نعم. أحيانا احتراما لهذا. أحيانا هو إيش اللي يصير؟ كيف تبدأ هي؟ أصلا في ورقة عمل قديمة بس ما أدري والله ما هي عندي الآن ولا أذكر تاريخها بالضبط، لكنها قديمة.
درست الموضوع هذا أنه أحيانا تصفيق سواء في مسرحية أداء فني أي شيء أحيانا وجدوا أنه يتأثرون الكثير من الناس اللي حولهم. يعني مثلا لو كنت أنت في نص القاعة وصفقت الناس قاموا يصفقون وصفقت طبعا أنا جربتها مرة واحدة أوكي. كنت أتفرج فيلم في السينما ف كان جميل جدا صراحة. فلما خلص وفي العادة ما في تصفيق طبعاً صحيح فوقفت أنا عندنا ما فيه ولا في اليابان في تصفيق أنا ما أدري صراحة اليابان وش يصفقون ولا لكن إيش اللي صار فأنا وقفت قلت that's brilliant وصفقت فجأة كذا كل الناس قامت تصفق صحيح شوي يعني حتى تدريج في عملية التصفيق بدأ من اللي حولي شوية في واحد من الأخير من اللي تحت اللي في المسرح وشوي واحد منه شوي كلهم قاموا يصفقون رغم أنها ما كانت شيء صحيح هذا يدل أنه في أحيانا ردة فعل الشخص فيها عدوى هي عدوى بالضبط اللي يسمونه epidemic model هذا كثير منتشر في 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 دراسة الشبكات شبكات السوشيال ميديا بالضبط طبعا السوشيال ميديا باختصار هو انتقل من السوشيال ميديا دراسة السوشيال ميديا بدأت في الأربعينات وبدأت قبل الأربعينات السوشيال ميديا اللي نعرفها الآن لا ليس اللي نعرفها الآن امتداد لما بدأ في الأربعينات ولا والله شوف أنت تقول خل الوضع ما هو رسمي احنا بنكون يعني ببساطة أحمدي وشرح بسيط أمراض الدم اللي هو دراسة الدم نفسه ودراسة مكوناته الخلايا الدم الحمراء والخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية مراحل تكوينها الأمراض المتعلقة فيها فمثلا مراحل تكوين خلايا الدم الحمراء إذا حصل فيها أي مشكلة ممكن يصير لها مضاعفات ممكن يصير لها مثلا الخلية لما تطلع من نخاع العظم في نخاع العظم في الخلية تطلع من نخاع العظم اي مصدر الخلايا من نخاع العظم البومر هي تمر بمراحل إلين تنمو يصير لها ماتوريشن حلو فلو توقف الماتوريشن هذا كأحد النمو أو صار خلل أو صار له تأثير راح يحصل لك أحد أمراض السرطانات مثلا هذا فأنت لو تعرف أو مثلا الناس اللي عندهم الدم ما يتجلط اللي مشاكل صفائح الدم إيش علاقتك مع الدم؟ ليش بكالوريوسك وماسترك والحين دكتوراتك ما شاء الله كلها في الدم إيش علاقتك مع الدم ومتى تعرفتوا على بعض؟ تعرفت عليه تقريبا في ثالثة جامعة في أيام البكالوريوس كان مادة أمراض الدم لقيتها مادة تشالنجينج إنه كل شيء فيها جديد مهما أنت تعرف أكيد في جاب هتلاقي جاب ما هو معروف أو إيش السبب وراء المتجدد أنا مهتم أكثر كمان في الخلايا الجذعية اللي هي طبعا كخلايا جذعية عندك نوعين خلايا جذعية مكونة للدم في خلايا جذعية تدعم تكوين الدم فأنا مهتم أكثر في الخلايا اللي هي تدعم تكوين الدم الشجرة ما هو دورها فقط يكون دور اللي هو الدور المجتمعي دور يومي لا لها دور أكبر مما نتوقع إحنا اللي هو دورها في البيئة بشكل عام يعني الأشجار هذه علاقتها والنباتات بشكل عام علاقتها بينها وبين اللي هو الغلاف الحيوي علاقة كبيرة جدا يعني ما حد يتصورها الغلاف الحيوي واللي هو اللي هو الغلاف الحيوي اللي هو طبقة الأزون اللي هو الطبقة اللي نحن نعيش فيها موفر فيها الأكسجين فيها الغازات فيها كل شيء اللي موجود فيها التلوث اللي نحن نتعرض له بشكل مستمر النباتات لها علاقة كبيرة جدا اللغة مع الوالد في 2001 درس هو الدكتوراه وانت اخذت البكالوريوس كنت توك مخلص ثانوي يعني انا توني مخلص ثانوي كنت مخلص ثانوي ولا افقه شيئا يعني 6 شهور كنت اقول للوالد برجع خلاص ما ابغى يا اخي متى اخلص البكالوريوس هذا انت من جد كنت تبغى ادرس بكالوريوس خلني ارجع رجال قدم لي في كليه ولا شيء كيف اقنعك الوالد انه يروح يسوي دكتوراه وياخذك معه تدرس بعد الثانوي على طول فريش انا اتذكر لما بلغنا الوالد بقرار هذا انه والله خلاص حصلت الموافقه وان شاء الله حنطلع دكتوراه انا طبعا ما كنت مستوعب ما كان في اي استيعاب
ايش يعني ذا؟ ايش كان يشتغل الوالد وقتها؟ الوالد كان يعمل في الكليه التقنيه محاضر. تمام. وانت توك مخلص؟ انا توني مخلص الثانويه، حتى ذكر لما خلاص صار تاكيد الموضوع وكذا كنت اروح مع الشباب اللي بيقدمون وكذا معاهم كذا بس. بس عن قولك. بس اني رحت. تمام. ابغى اغير جو بطلع. ايه. ف لكن ما كان في استيعاب قدر التغيير اللي يصير. مع العلم انها كانت يعني تخيل اول رحله طياره اطلعها كانت من جده الى لندن. اول رحله؟ اول رحله طائره من جده الى لندن. تمام. فكانت يعني تجربه ما ادري ايش اقول لك، لكن بدايتها كانت يعني فيه عدم استيعاب البيئه، البيئه تغيرت تمام. طيب وصلت هل؟ وصلنا هل. يعني بدا الوالد اللغه، بدات اللغه طبعا عشان اقول لك. طبعا اللغه كانت عندي صفر. صفر طبعا. اتذكرها في حادثه تذكرني بمستوى اللغه اللي عندي وتاريخ دخولنا بريطانيا. كنا في بيت وساكنين وانا واخوي، حطنا الوالد سرر في الاتك. ايه. وجالسين نايمين، قمت الصبح فك التلفزيون، التلفزيون القديم معروف. ايه. فافتح التلفزيون في عماره تحترق. قلت اقول نعم والله ايش، ما عندهم سالفه ذي، فيلم ذا ولا وش السالفه؟ ماني فاهم شيء. كل ما غيرت قناه لقيت العماره تحترق. نمت شويه كذا ساعتين ثلاثه، صحيت وصحي اخوي. قمت الصبح، قال لي قمت الصبح ورديت شغلت التلفزيون محا ما لقيت شيء. قال لي وفي عماره تحترق. طيب ايش السالفه؟ الله يهم. اربع ساعات بعدين دريت انها استوعبت 11 سبتمبر. انها 11 سبتمبر. اوف. ما يعني اخذت اليوم الثاني ماني عارف ايش السالفه. فهذه الحادثه كنت يعني لما اتذكرها كنت اقرا حروف ما اعرف وش هي، اعرف ان انجليزي وممكن اقرا كلمات شوي لكن ما اعرف ايش معناها، ايش فيها ايش ما فيها. وايضا التاريخ هذه كانت بالضبط اسبوعين بعد ما دخلنا بريطانيا. اوه اسبوعين. هذا كان يعني اول دخول لنا، اول دخول. وسبحان الله بعدين دخلنا اللغه. درس الوالد في نفس المعهد درسنا. انت والوالد درستوا لغه سوا؟ درسنا اللغه سوا. يا سلام. انت درست في نفس المعهد؟ انت قاعد؟ انا كنت في ليفل والوالد طبعا في ليفل. بعد الثانويه وهو تحضير الدكتوراه؟ هو تحضير الدكتوراه نعم. هو كان في ليفل وانا كنت في ليفل. مشينا سبحان الله. شد ومدري ايش وشد ومن هنا ومن هنا اختبرنا الايلتس سوا. يا سلام. سوى يعني تقصد في نفس المدينه في نفس اليوم في نفس الشيء ايش؟ كان في نفس المدينه في نفس اليوم في نفس المبنى كرسيين جنب بعض. لا كثير كذا. اي والله. اي والله. مزبطينكم سوا يعني؟ ما ادري انا جيت كذا قالوا خلاص يعني انت ناسي والله كانت بالاسماء او شيء زي كذا. لكن انا اللي اعرفه انه المكان محدد. وطالع زي كذا والله الوالد الكرسي حقه جنبه. ابد حم حطوا البشري مع بعض. الظاهر حطوها بسبلينج او شيء زي كذا فحطونا جنب بعض. ما حد فيكم زبط الثاني؟ والله تبغى الصراحه اني ما انسى في نظرتين كذا كنت طالع للوالد وقال الوالد ساحب علي. كنت اقول لك والله ما بيعطيك وجه شد حيلك. زبنك بجمتين. يكلمه شيء حاجه يا ابو نبيل ارحم والديك. غلاب بندر العتيبي تخصص البيئه النباتيه. طيب ابو بندر وش خلاك تدرس بيئة نباتية؟ والله عدة نقاط من ضمنها القيمة، الاهتمام، الميول، في أشياء كثيرة يعني. أنا وجدت نفسي في النبات، في دراسة تخصص النبات أكثر من غيره. بالإضافة إلى أنه الوالد الله يعافيه ويطول في عمره يعني من أحب إخواني للزيارة أو للسفر للمزرعة. أوه عندكم مزرعة؟ نعم نعم في الموجود مزرعة الآن غير موجودة لكن قبل في الوقت اللي كنت فيه أنا في دراستي الابتدائية المتوسطة الثانوية. لذلك سبحان الله يعني أصبح اتجاهي وميولي عندما بدأت دراسة الجامعة وجدت عدة طرق أستطيع من خلالها أني أبدأ هذا التخصص. طب عشان نكون معاك في الصورة، احنا نعرفه في الدم في كريات دم بيضاء وهذه شغلها شغالة حرب مع الجراثيم والهذا، ف
في كريات دم حمراء، هذا حمالين شغالين اكسجين والشباب، وفي صفائح دموية نشفت الوضع يا شباب، خلونا ماسكين. لين مين في غير الثلاثة هذولي؟ الثلاثة هذول أمهم اللي هي الخلية الجذعية المكونة للدم. ممتاز، اللي مجمعتهم كلهم سوا. هي اللي بتنتجهم. حلو. وين مكانها؟ مكانها في النخاع العظمي. في النخاع العظمي. إيه. هو غالباً بيكون في العظام الطويلة مثلاً الساق، الرجل. فأي أي عظمة النخاع اللي فيها موجودة فيها الخلايا الجذعية اللي قاعدة شغالة تتكون الدم اللي هو الثلاثة الشباب هذول. مزبوط. حلو. وأنت اهتمامك وين بالضبط؟ أنا في خلايا تانية هي تدعم تكوين الدم، إنه هي بشكل بسيط إنه هي تأسس البيت عشان الخلية الأم تنتج الخلايا الثانية. أنت ما كان في بالك إنك تبي تكمل ولا تدخل بتدرس برا والفيلم هذا؟ هذه كانت مستبعدة تماماً. وش كانت وش كنت تبي؟ عسكرية؟ قدمت على كم كلية عسكرية؟ قدمت على الملك فهد بترول معادني. قدمت يعني الخيارات الخيارات اللي موجودة. إيه المتعارف عليها. بالضبط. ف سبحان الله طبعاً. الستة الأشهر الأولى زي ما قلت لك أول ما جينا ما كان في استيعاب للأشياء هذه كذا. دخلت اللغة وبدأت أدرس اللغة وبدأت يعني زي ما تقول إيش أدخل جو الدراسة شوي شوي. ف يعني أحد المواقف كنت أسأل أحد الشباب، يعني واحد كان يدرس ماجستير ودكتوراه، كنت أسأله عن اللغة وكذا، فأعطاني أحيانا وهذا شيء أحيانا تجربة الشخص قد ينصح فيها شخص آخر لا توافقه ولا تناسبه. وش المثال تكون هذا؟ خاطئة. المثال هذا أنه من الأشياء اللي علقت في ذهني كلمة الشخص يقول لي ادرس اللغة بقدر ما تحتاجها ولا تنظر لمرحلة الإتقان، استحالة أنك تتقن اللغة. وش الهدف من جملة مثل هذه؟ أتوقع أنه كان يعني يمكن كان يبغى يخفف علي الضغط، من ما كان يعني عندي بالنسبة لي ضغط، بس كنت أسأل يعني كيف، ودخلنا في موضوع اللغة وكذا أتعلمها شلون خلص. إيه ف جاتني شوية إحباط أنه ما عندك استطاعة أنك توصل لمستوى معين، فسبحان الله دارت الأيام وكذا وكذا، واكتشفت أن النظرية خاطئة تماما. نظرية خاطئة تماما. لما جيت طلبت ريكومنديشن من الدكتور حقي مشرف حق طلبت منه بقدم الماستر بعد ما خلصت البكالوريوس. بعد ما خلصت البكالوريوس وبقدم على الماستر. تمام. طبعا البكالوريوس لسه ما خلصته تماما، لكني كنت اقدم على جامعات هنا. فطالع في الجنسيه وطالع في زي كذا، فقال لي انت سعودي؟ قلت ايه انا سعودي. قال انا فكرتك مواليد هنا. اوكي. قلت له ليش؟ فقال لي your language sounds very good. فجملته هذه خلتني أوقف، واسترجعت الشخص اللي قال لي الكلمة هذه اللي استحالة تتقن اللغة أيام ما بدأت اللغة. حسيت أن أبدا ما كانت في حسيت أن أبدا ما كانت، يعني هو ربما الدكتور قالها عفوية. صحيح قالها عفوية، لكن ما يعلم كيف أثرت نظرتي للموضوع. في صعوبة البكالوريوس وصلت إلى مرحلة أني خلاص كنت أبغى أرجع في أحد ما هو بسبب لغة قد ما هو بسبب صعوبة ولا في ضغوطات ما في يعني ما كان في سعودي، كان في أحد الشباب على خريج، ولما قابلته كان كنت أنا أدرس اللغة، يعني هو متخرج وأنا خلاص داخل. في كم واحد من السعوديين دخلنا، طبعا في واحد سعودي درس معايا الفاونديشنير السنة التحضيرية. وش سر البحث عن السعوديين يشارك بالامان بالاطمئنان وانت في سعوديين حولك؟ يعطونك تجربه ايش اللي صار، ايش اللي فيه، ايش اللي ما فيه، ايش اللي تسويه، ايش اللي ما تسويه، ايش اللي يعني انك تحس انه في ناس من مجتمعك، يعني في لكن كلهم دكتوراه ماجستير، ما في احد حولي في تجارب مختلفه. صحيح تجارب مختلفه. فكان في واحد من الشباب هذا كان معي، طبعا السنه التحضيريه كانت سولي كانت تحفه. انت الحين تدرسون الدم وامراضه؟ نعم. واخذت انت ماده ثانيه؟ مادة ثانية. مادة ثانية أنت تختارها اختيار، يعني هو إجباري أنك تختارها واختياري لك كيفك أنت. إجباري أنك تختار مادة واختياري أنك تختار نوعها. نعم. فأنا اخترت المناعة، وطبعا كلها متداخلة، يعني
البايوميديكال ساينس، كله علم متداخل في بعضه. حلو. فهي كانت تتعلق بشكل أكبر عن الأمراض، مقاومتها، عن الإنفكشنز، وعن الأمور كثيرة يعني. إنفكشن العدوى. نعم. إيه. فكانت إلى حد كبير هي اللي عجبني فيها تدخلها بالهيماتولوجي. ثم أيضا البروجكت اللي هو اختيار البروجكت كان تحديدهم عشوائي لنا. أوكي. أنا أرسلت لهم قلت أبغى أصلح شيء متعلق بالهيماتولوجي، وكان تحديد عشوائي. فكان البروجكت اللي صلحته يتعلق بخلايا سرطانية. أيوة. طبعا بحث الماستر يكون أسهل من بحث الدكتوراه. إيه. وتكون النتائج معروفة. حلو. ويعني بس هم يتوقعون أنك تشتغلها وتعملها صح. إيه. بالرغم أن أنا البحث اللي صلحته ما قد اشتغلها الدكتور من قبل، لكنه صلح خلايا مشابهة له. جميل. خلايا أخذوها من أشخاص صلحوا لها زراعة، خلايا سرطانية، أعطيناها علاجات طبعاً فيها بروتين يظهر. إيه. وكنا نعطيها علاجات على دوزات مختلفة. تعالجون خلايا سرطانية. هو الهدف أن نبغى نشوف ظهور البروتين هذا، تأكدنا من ظهور البروتين هذا. حلو. اللي له علاقة بالسرطان، نعطيها هذه الدوزات المختلفة اللي هو دوزات الجرعات. الجرعات مختلفة. إيه. إلى حد ما تقتلها، إلى إذا كل ما زادت. إيه. فهذه يعني ملخص فكرة البحث. إيش هدفك؟ هدفي بخلي نقول لك بحث الدكتوراه، أنا بحاول أصنع مجسم ثلاثي الأبعاد لنخاع العظم، فبستخدم الميزينكام والستيم سيل عشان يكون المجسم هذا. تمام. فائدة المجسم أعدينا أبعاد جديدة لفهم الخلايا كيف الوظائف حقتها. أيوة. والمجسم كمان بيساعد إنه in English it will mimic the in vivo situation، يعني إن هي راح تطابق المواصفات اللي موجودة داخل جسم الإنسان. أنا أشتغل في سوشيال ميديا، أشتغل في البرمجة، أشتغل في داتابيس، أشتغل في البيج ديتا، في الأناليسز، في الجرافز، في الجراف ثيري، في الرياضيات. حتى البيج ديتا تشتغل فيها؟ أنا هي طبعًا تعتبر بيج ديتا، يعني أنا أستخدم بيج ديتا. تعتبر بيج ديتا. تعتبر بيج ديتا. أيوة. كيف تتعامل، لأنه كيف البيج ديتا، إنك كيف تتعامل مع البيانات الكبيرة جدًا بشكل يسهل عملية تحليلها وأخذها وكيف أنت يعني. طب أنت قاعد تتعلم شيء الآن جديد تمامًا، على جديد على العالم. ما بالك على منطقتنا؟ ما هو بالعالم. على العالم ما هو بجديد؟ ما هو بجديد للأسف. كيف ما هو بجديد للأسف؟ ما أتكلم حتى عن يعني السوشيال ميديا هي جزء بسيط من هذا الشيء. إذا بنسميه وشو؟ هي شوف السوشيال ميديا هي جزء نتورك. منه. السوشيال نتورك. السوشيال نتورك هي جزء، هي الشيء الأساسي. طبعا السوشيال نتورك هي علم اجتماع قديم جدا. فيسبوك يوم طلع وكان باينير أو رائد في المجال في 2003 تقريبا. في 2003 العالم انهبلت، الى الحين مو ملحقين يدرسون الفيسبوك تاثيره وش قاعد يصير من وراء الموفمنت او الحركه هذه. هي شيء قبل حتى فيسبوك كتواصل اجتماعي بشكل عام. تمام. قديم. حلو. شبكات التواصل الاجتماعي، لا نتكلم عن العالم الافتراضي، شبكات. أوه. التواصل الاجتماعي اللي قبل شويه يقول انه احنا بيننا المعارف. صحيح. والأشخاص، لكن لما ظهرت شبكات التواصل الاجتماعي اللي أونلاين الافتراضية هذه سرعت عملية دراسة المجتمعات بشكل خيالي جدا. أنا أتكلم في دراسة بشكل مختصر، في دراسة تمت في 1900 وفي الأربعينات تقريبا أو شيء زي كده. تخيل أنه هم عشان يدرسون كيف الناس تتواصل مع بعضها. تمام. جميل. يسمونها weak ties، العلاقات الضعيفة. المهم انه ايش اللي صار فيها، جابوا ناس مجموعتين، جابوهم على الشاطئ وصاروا يسوون observation، يتابعونهم، درسوا الموضوع هذا عشان يدرسون كيف الناس تتواصل مع بعضهم وكيف تنشأ العلاقات بين الأشخاص عشان يطلعون بنتائج قابلة للنشر. أخذوا تقريبا شهرين. جميل. تمام. هذه منطقة. تعرف انه النتائج اللي اخرجوها هذه اللي وصلوا بها كم اخذت؟ لان يعني شوف شهرين وبرف ويدرس ويتابع والناس كيف تتواصل. الان في شبكات التواصل الاجتماعي تقدر تطلعها خلال ساعه ساعتين.
موجود عندنا أشجار تستطيع العيش والتحمل فترة سنوات يعني بدون وجود مصادر مائية. ما نعرف هذه. لا موجودة عندنا وتراها يمكن بشكل يومي يعني زي أنواع الأكاسيا هذه موجودة بشكل كبير في منطقة الرياض، منطقة الحجاز، منطقة اسمها؟ الأكاسيا، هي أكاسيا سبيسيز لكن للجنس طبعا الجنس الواحد يشمل على عدة أنواع، عدد كبير من الأنواع. موجود عندنا أنواع من الأكاسيا وتستطيع أنها تتحمل الظروف المناخية الغير جيدة للنبات، سواء ارتفاع درجة الحرارة، الجفاف، التربة اللي تفتقد لبعض العناصر الأساسية تستطيع العيش فيها بشكل مستمر. كم المعلومات اللي ينزل في التغريدة الواحدة؟ أنت لو تكتب سبيس وتسوي لها تغريد ما تدري كم المعلومات اللي فيها كتقنية. صحيح. كم المعلومات الانتيتيز الحروف، عدد المساحات، عدد كتقنيا لما تجينا تغريدة يجيني اسم المستخدم بياناته، طبعا اسم المستخدم يوجد مع التغريدة تلقائيا. هاي تقريبا 15 حقل معلومات موجود، بالإضافة إلى تاريخها، من كتبها كل الأشياء هذه. هل أعتم إعادة تغريدة؟ الساعة كم؟ الثانية فهمية. بالثانية هل كم إعادة تغريدة لها صار؟ هل في يعني معلومات كبيرة جدا، بعضها تصل إلى 60-70 حقل. فأنت تتكلم عن تغريدة واحدة، ما بالك لما يكون عندك 7 مليون 8 مليون تغريدة. فهذا يحتاج إنه يأخذ وقت، تحتاج إنك تفلتر كثير منها. طبعا كثير منها لا تستخدم، ما نستخدمها. يعني أنا مثلا في التغريدات الآن ما بين 15 إلى 16 حقل فقط، الأقل من 16 حقل، يمكن تقريبا 12 حقل هي اللي يستخدمها. باقي معلومات تجي مع الباقي مع الحصد يعني. طبعا هي لما تجيني مثلا لما اجمع المعلومات مثلا، طبعا عشان تكون فكره سريعه، لما تجي لما اجمعها اي تغريده او اي بوست يجي تفلتر، اولا احفظها بصيغه الرو ديتا اللي هي الخام زي ما هي تجي، هذه تحفظ في ملف تمام، ارشيفك هذا اللي لم يمس. ايوه، بحيث انه لو صار خطا في شيء ارجع للارشيف تمام. وفي نفس الوقت تارشف وتروح في الجهه الثانيه الى البروسيسر اللي هو معطي سكريبت انه والله طلع لي هذه المعلومات معينه للتغريده وللمستخدم وبعض الاشياء الثانيه زي المنشنز لوحدها، يعني بعض والله. التفاصيل، ويجهزها في قاعده بيانات ويحطها عشان تكون اصغر. فصارت عندي المعلومات اللي بدل ما كانت 60 جيجا الآن صارت مثلا جيجا ونص، ممكن أتعامل معها بشكل سريع وأقدر أفلترها على قولهم on the fly. هذا كلام تكلم أنت عن بالساعة باليوم، المساحات هذه 60 جيجا وجيجا ونص، هذا تتكلم أنت عن شيء هاشتاج يمكن ولا أي هاشتاج واحد. لا أتكلم عن هاشتاج واحد فقط. جربت مرة أنه نحط كلمة عامة بدون هاشتاج، اضطرت أني أوقف في الأخير. too much. لأنك لما تكتب كلمة عامة مثلا، لو كتبت إيش مثلا اي كلمه. انا جربت قبل فتره الشامبيون ليج اللي هو تشامبيونز ليج، انا ماني متابع الكوره تمام. توهقت جمعت شفت الهاشتاج ترندينج، فقلت خليني اجرب اخذ الكلمه العامه. اخذت الكلمه العامه اضطريت اوقف من كثر المعلومات اللي فيه، فرجعت جمعت الهاشتاج نفسه وحللته. وطبعا كانت تفاجئ زميلي لاني قلت له يا اخي المباراه اللي امس صارت بين كذا وكذا واللي صار، جبت له لاعب هو يعرفك مالك في الكوره، يعرفني ما لي حول الكوره ابدا. فقلت له كانت من هي الفريق اللي فيه كريستيانو رونالدو اعتقد، هذا اسمه ريال مدريد. طلع ريال مدريد، اهلا وسهلا. ريال مدريد وكان مع فريق ثاني، فسجل حاجه اسمها او سوى الهاتريك او شيء زي كذا. اي ثلاث اقوال. ايوه بالضبط. أيوة. ما شاء الله شكلك في الكوره. انا ماني متابع يا رجل. لا يا شيخ، من كثر ما اسمعها خلاص. فقلت له، قال لي انت من فين جبت المعلومات؟ قلت له صح، هو صار كذا وصار كذا. هل قلت له انا شوف ترى قاعد اقول لك من الهاشتاجات اللي قدامي، ما ابغاك تجاه مني لكن ابغى اشوف هل تحليلي فعلا صحيح او لا. وانت تحليلك تتكلم عن داتا اناليسز بالارقام، مش ما قريت تغريدة مكتوب فيها لا 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 كريستيانو سجل 3 أهداف. لا 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 لا، أنت تتكلم عن لحظات معينة في ازدياد التغريدات، ازدياد اسم كريستيانو في لحظات معينة بالضبط، شيء من هالقبيل يعني. هو اللي صار أنه لقيت مجموعة هاشتاجات، فأنا أخذت احتمالية توارد الهاشتاجات مع بعضها في أكثر من تغريدة تمام.
وسويت ال فخرج انه سي ار 7 هذا مع شغله ثانيه كان كبير. قلت له هذا سوى شغله ايش هي؟ ما ادري اللاعب هذا. تمام. انا بحثت بعد ما طلعت النتيجه. حلو. بحثت سي ار 7 وطلع كريستيانو رونالدو. قلت له هذا كريستيانو رونالدو مسوي شيء في المباراه هذه وشكله مبدع. ايش السالفه؟ هل. انا اعرف كريستيانو رونالدو لكن ما ادري ايش اللي المباراه انا شفتها ولا اعرفها. واضح. فقلت له ايش اللي صار؟ فقال لي وهو سوى كذا وكذا 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 وكذا. طبعا انا وانا ابحث سي ار 7 لقيت حاجه اسمها هاتريك بس ماني عارف ايش السالفه. بالضبط. تبغى لك تروح ولا بغيت ادخل التفاصيل حتى لا اغير الاناليسز بما على قولهم احيانا لا شعوريا لا واعي عقلك يدخل. تبغى تكون بعيد عن المحتوى قدر الامكان. قدر الامكان تحلل الارقام وش اللي قاعد يصير كداتا. فاعطيته اياه فقال لي لا فعلا هو سوى كذا سوى كذا وكانت المباراه بشكل كذا وكذا وكذا. ف هي احيانا وهذا صراحه بعيد عن عملي الاكاديمي احيانا استمتع فيه احيانا لما اكون في البيت ولا كذا فادخل احصل هاشتاج غريب ماني عارف ايش جايبه فاحلله واجد فيه بعض المعلومات تقودني الى تغريدات معينه تعطيني زبده الموضوع كله بدون ما احتاج اني اقرا واشوف. نحتاج نشوف وش اللي قاعد تسويه انت. احنا سمعنا كثير عن اللي قاعد تسويه انت بس نحتاج نشوف. السعودية من أنشط دول العالم في ما يخص السوشيال ميديا. بالنسبة للتقرير أتكلم عن شيء رسمي. رسمي. في 2013 أنا آخر ما شفت لأني ما شفت تقرير بعده إلى الآن. لكن في 2013 كانت هي أكثر كانت أكثر دولة نشاط في تويتر مقارنة بين يعني شوف الناس اللي عندهم أكسس على الإنترنت. واضح. نسبة تناسب. أيوة نسبتهم كم من هذول اللي عندهم أكس على الإنترنت كم منهم على تويتر نشيطين. فهي صعب مع. فكانت يعني. نسبة عالية. الدول وكذا جات أمريكا شوية جات السعودية كذا. المشكلة اللي نعاني منها اللي هي الإعلاف. الإعلاف أنت كأنك تأخذ كمية من الماء وتنقلها إلى دولة أخرى. الإعلاف. نعم الإعلاف. اللي هي عملية اللي هو المعروف عند البرسيم وغيره. أيوة لما تأخذ كميات من الإعلاف هذه وتنقلها مثلا عندنا ينقل أتوقع للإمارات والكويت. أيوة لما تنقلها كأنك تأخذ موية وتنقلها. أوف. لأنها تأخذ كمية عالية من الماء. أوه. حنا بس نبيع و. أيوة هذه مشكلة كبيرة. الآن قننوها. أعتقد قننوها من ضمن القرارات السابقة أنها قننت والأفضل أنها توقف. يوقف تصديره. إيه وصار أتوقع حتى تجاه السعودية في الزراعة في الاستثمار الزراعي الخارجي. نعم أصبح في استثمار خارجي هذا من فترة يمكن حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات أصبح استثمار خارجي. ليش؟ لأنه الموارد الطبيعية أصبح عليها تهديد كبير وأصلا مهددة من زمان من فترة طويلة ولكن الفترة المؤخرة نعم أو الفترة السابقة السنوات القليلة السابقة أصبح هناك وعي عند بعض القيادات في أنه يكون الاستثمار خارجي والإنتاج محلي. كراريوسك في مختبرات طبية. مختبرات طبية. خلصت ومارست العمل في مكة؟ في مكة في جامعة أم القرى. درست تقريبا لمدة سنتين بعدين ابتعدت هنا لدرجة الماجستير والدكتوراه. تجربتك في العمل كنت معيد؟ معيد. كنت معيد في المختبر. في المختبر. في مستشفى في. لا في الجامعة نفسها. في الجامعة نفسها. بس ما كانت تختلط مع مرضى ولا شيء. لا اختلط بمرضى لا ما في لأنه أغلبه تدريس أو بيكون عبارة عن مراقبة للطلاب اللي بيدربوا في المستشفيات. لما قررت تروح ماجستير. وش أنت قررت تروح ماجستير ولا الجامعة قال لك يا ترى أنت داخل معيد عشان تروح ماجستير. هو كوظيفة معيد لازم تبتعد. تمام. يعني هذه من اللوائح. بس كانت عندي رغبة شخصية إنه أنا أكمل دراستي كمان. طيب لما اخترت في الماجستير أنت اللي اخترت تحديداً ولا الجامعة كانت خلاص هذا اللي أنت دخلت فيه المتوقع منك كذا؟ لا أنا اخترت لأنه هذا مجال وظيفتي فأنا دورت على البرامج اللي تناسب مجال وظيفتي. تمام. إيش اللي قاعد يدفعك تجاه أنك تتخصص في هذا المجال؟ تقصد سبحان الله أولاً هي قدر الله عز وجل رزقتني هذا الشيء هذا أولاً وآخراً لكن قبل ذلك. أنا من خلفية كمبيوتر ساينس جيت من كمبيوتر ساينس وفي البكالوريوس وفي الماستر أخذت موبايل كمبيوتنج اللي هي كمبيوتر ساينس مع هاردوير سوفت وير مع هاردوير سبحان الله ما وجدت قيمة كبيرة لها فيعني هنا وظيفة كانت وظيفة يعني جيدة الحمد لله لكن
كانت فيه شو بعد الماستر رجعت السعودية. نعم اشتغلت لكن رجع الراتب كان جيد لكن لما حتى طلعت وكنت متيقن من العودة أخذت قبول معي كذا بس كان في شغف إني أنا أكمل الدكتوراه. قلت لعل أخير ورجعت للسعودية اشتغلت هنا وهنا استقريت في شركة كانت من الشركات الكبرى وعملت فيها كديتا أناليست وكنت متحمس لأني كان ما زال جانب الأكاديمي عندي ما زال ينبض يعني. فسبحان الله جات فرصة الجامعة وحاولت أني أتلافها لكن بحكم الوضع المادي وكان اضطريت أني أنا أبقى في الشركة. سبحان الله بين عشية وضحاها أوقف عملي في البرنامج هذا رغم أنه كان سابقة في تاريخ الشركة أنه يعني شخص يعمل داتا أناليسز بهذا العمق وبهذا التحليل النقدي. تغير المدير وجاء واحد مو بعاجبه المشروع. لا فجأة كذا جاء المدير قال لي وقف البرنامج هذا خلاص يتحول على قسم آخر يعني ما عاد لك صلاحية خلاص وقف. وأنت كنت طبعًا أنا كنت لاقي نفسك إنك كنت لاقي نفسي كنت تجمع معلومات وقاعد تحلل وقاعد تضيف طبعًا ما له علاقة بالسوشيال ميديا. إيه واضح شيء شغل الشركة. كان هو عملية تحليل تكاليف وما التكاليف والأشياء هذه اللي تساعد الشركة في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية. أنت حسيت إن الكودينج حقتك والبرمجة صارت قادرة إنها تصنع قرار بشكل أو بآخر. خلال 6 شهور من عملي في الشركة دخل أحد التقارير حقتي لمجلس الإدارة للسي إي أو حق الشركة الكبيرة هذه. ورئيس القسم حقي طلب إنه يسوي برزنتيشن عن عملي ولم أدع طبعا الاجتماع. في ناس كثير ما هي فاهمة هالشيء. البرنامج ما له قيمة بدون إنسان وراه. أكيد البرنامج لا يفهم لا يفقه. البرنامج كله كود وأرسل. إذا ما فيه إنسان وراه قاعد يعيد تحليل هذه الأشياء بالضبط. ويعيد تصليحها ويعيد ويشوف وين تركيز البرنامج أكثر ويفهمه أكثر ما استفدنا شيء. حماسي طبعا خلاص ما وجدت ضربة ما وجدت لي أي سبب لهذه. فسبحان الله إرادة الله عز وجل أرادت أن أوراقي في الملك عبد العزيز لما رفضتها كانت الملك عبد العزيز الجامعة ايه. هو جاني الموافقة وأنا كنت على رأس العمل في الشركة. أنك كنت بتشتغل أكاديمي. كنت أبغى أشتغل أكاديمي وسبحان الله بسبب الراتب وكذا والضغط الظروف المادية اضطريت أني أقبل بعرض الشركة وأترك الملك عبد العزيز. إرادة الله عز وجل أرادت أن أوراقي تجي في يد شخص كان زميل دراسة في المتوسط وبدل ما يشطب عليها حطها في الدرج. الله يجزاه خير. قلبي شوق